الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. سنن الترمذي، نخلص سنن الترمذي. روى بسند المصنف الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول من صلى علي. حديث غريب من هذا الرجل لا يعرف حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد، وأبو بلج اسمه يحيى ابن أبي سليم، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم أول من أسلم أبو بكر، وقال بعضهم أول من أسلم علي، وقال بعضهم بعض أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم علي من الغلمان وهو غلام ابن 8 سنين، وأول من أسلم من النساء خديجة، وهذا أعدل الأقوال. وذلك قال أول من أسلم أبو بكر الصديق في حديث. وروى بسندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال عدي: أنا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نشرح هذه الأحاديث بعد ما ندخل. سردنا أحاديث 3، منها الحديث أول من صلى علي بن أبي طالب، وقلنا أن هذا حديث لم يصح. حديث أول من صلى هو علي بن أبي طالب، فهذا حديث ضعيف. هم أرادوا أن يقولوا أن أول من أسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهذا خطأ مبين، إلا أن يكون الجمع كما جمع بعض أهل العلم، فقالوا أول من أسلم من الغلمان هو علي بن أبي طالب، أسلم وله 8 سنوات. نعم. وأبوه كما قلنا أمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، راه يصلي فأمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جيد. وأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لا منازعة في هذا الباب، أن أول من أسلم من الكبار من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وارضاها، أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك أتى بحديث في الباب الذي بعده، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ونحن نقول بذلك: لا يحب عليا إلا مؤمنا. علامة الإيمان أن يحب أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم، ويفاضل بينهم كما فاضل الله بينهم، ويقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله. يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله. فمن السنة كما قلنا، بل من الوجوب، أن تحب من زكاه الله ومن أحبه الله. وعلامة الإيمان كما قلنا محبة صحابة رسول الله. الإمام مالك قال: كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة دين ندين الله به، أن حب الصحابة دين ندين الله به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب علي بن أبي طالب، وهو الخليفة الراشد الرابع، وعلامة النفاق بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من أعظم علامات النفاق، نسأل الله الثبات والسداد والفلاح والرشاد، وتمتلئ قلوبنا بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: بعيدا كما قلنا، حب علي بن أبي طالب علامة الإيمان، بغض علي بن أبي طالب علامة النفاق. وهذه تدل أيضا على أن الخوارج كانوا من أضل خلق الله، بل كفروا عليا، ففيهم نوع نفاق، مع أنه علي بن أبي طالب هو الذي دافع عنهم. لما سئل: أمنافقون هم؟ قال: لا، من النفاق فروا. أو قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. لكن نفاقهم ظهر في بغض علي، بل في تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والناس اختلفوا فيه، لذلك أكثر النبي من الثناء عليه. وعلي بن أبي طالب في الفضل كفضل عثمان، وهو يليه في الفضل وفي الرتبة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الفوائد المستنبطة: الأحكام فرع على التصحيح، حب الصحابة دين ندين الله به، بغض علي بن أبي طالب نفاق محض، طبعا البغض الذي يصل الى التكفير هو النفاق المحض. اما اذا قال انا ابغضه لانهم كانوا يقاتلون على لعاعة الدنيا، هذا فسق كبير، فسق ونوع نفاق، لكن ليس نفاقا محضا.